التشبيك كيفية خلق وتنمية علاقات ذات معنى؟ مرحبا من جديد بالمحور الرابع والأخير برحلتنا سوا. بداية فقرتنا مع قصة غريبة. هل بتعرفي إنه من أحد أسباب إنهاء الحرب العالمية الثانية كانت الصداقة بين فرانكلين روزفلت رئيس الولايات المتحدة بهداك الوقت ووينستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا؟ هاي الصداقة كانت عامل أساسي بخلق التحالف اللي قلب المعادلة وأنهى الحرب. وقد ورد بخطاب روزفلت اللي كتبه قبل 24 ساعة من موته: اليوم نحن بوجه حقيقة تفرض نفسها، وهي إذا كانت حضارة الإنسان لتنجو علينا أن ننمي علم العلاقات الإنسانية. هذه المقولة بتذكرنا بشعار الموك: نوعية علاقتنا بتحدد نوعية حياتنا ومدى سعادتنا. فإلى أين وصلنا اليوم بمسيرتنا العلائقية؟ وصلنا للمرحلة الرابعة والأخيرة واللي بتتمحور حول العلاقة مع الجماعة من خلال التشبيك والمناصرة. هيدا القسم رح يعالج السؤال التالي: كيف ممكن نبني وننمي علاقات ذات معنى بتلاقي فيها الدعم اللي بتحتاجي له وبتسمح لك أن تقودي حياتك بالاتجاه اللي بدك إياه وبتنطلقي منها لتأثري على محيطك؟ رح نحاول الإجابة على هالسؤال من خلال العناوين التالية: أولاً، كيف أنه اختبار الإعاقة ممكن أنه يتصل باختبار العزلة والشعور بالوحدة، وشو أهمية العلاقات بحياة كل إنسان؟ ثانياً، كيف بتأثر العلاقات سلباً أو إيجابياً على حياتنا؟ ثالثاً، أهمية التنوع بالعلاقات. رابعاً، كيف ممكن نبني علاقات ذات معنى؟ خامساً، خلق نظام دعم علائقي شخصي. التشبيك بهذه الفقرة بيعالج العلاقات الشخصية وتأثيرها على نوع حياتنا. هناك ناحية تانية من التشبيك، وهي التشبيك بهدف المناصرة، رح نفصلها بالفقرة التالية. إذن أولاً، كيف إنه اختبار الإعاقة ممكن إنه يتصل باختبار العزلة والشعور بالوحدة، وما أهمية العلاقات بحياة كل إنسان؟ هل اختبرت العزلة؟ ولأي مدى ممكن إنه تشعري بالوحدة؟ وما مدى ارتباط العزلة والوحدة بإعاقتك؟ شاركينا تجربتك بالتعليقات. تظهر الأبحاث إنه هناك علاقة وثيقة بين الإعاقة والإنعزال ومن ثم الشعور بالوحدة. فإذا كان هيدا اللي عم بتعيشيه هلأ فهيدا أمر طبيعي. غياب شبكة الصداقات بيجعل الأشخاص ذوي الإعاقة مستضعفين وبعيدين عن خبرات الحياة المختلفة، وقد يكون مصدر شعور الوحدة ناتج إما عن انعزال مجتمعي وغياب علاقات، أو متعلق بالشعور إنه ما حدا بيفهم اختبارنا وشو عم نمر فيه وشو عم نحس بداخلنا. لهالسبب من مهم جداً بناء علاقات ومساعدة حالك على الخروج من العزلة العلائقية. بناء العلاقات متصل بحاجة كل إنسان للشعور بالانتماء لبناء المعنى بالحياة ولتحقيق النجاح. فكري مثلاً بالفترات بحياتك لما كنت كتير سعيدة. هاي الفترات حصلت غالباً بوجود ومشاركة الآخرين. بدراسة لتوم روف عن موضوع الالتزام بالعمل لحساب مؤسسة جلوب للدراسات الإحصائية واللي شملت ملايين الموظفين، أظهرت أن الأشخاص اللي جاوبوا أنه لديهم على الأقل صديق واحد مقرب تميزوا بالأمور التالية: درجة التزام بالعمل تصل إلى 7 مرات أكثر من الآخرين، اختبار مستويات أعلى من الرفاه النفسي، إحراز نتائج أفضل من حيث النوعية والتعرض أقل لحوادث العمل. ثانياً، كيف بتأثر العلاقات سلباً أو إيجاباً على حياتنا؟ ممكن أنه نصنف الأشخاص اللي بيتركوا أثر بحياتنا تحت نوعين. النوع الأول قد يوصف بالمؤذي، أما النوع الثاني ممكن وصفه بالإيجابي أو الداعم. النوع الأول المؤذي هن الأشخاص ممكن يكونوا من الأهل والمقربين اللي بيخلونا نشك بحالنا وننتقد ذاتنا عند الحديث عن رغباتي وأحلامي قدام هالأشخاص. هل بشعر بتحفيز وتشجيع؟ إذا كان الجواب سلبي فمن الأفضل الابتعاد أو وضع حدود صحية لهاي العلاقات واستبدالها بعلاقات أكثر صحة. أما عن العلاقات ذات التأثير الإيجابي، أي النوع الثاني من العلاقات، فبيحتوي على نوعين من العلاقات ممكن أنه يكونوا موارد مساعدة ومصدر لتنمية طاقة الحياة فينا. النوع الأول من العلاقات الإيجابية هي المرآة الصادقة. بتساعدنا دراسة معمقة عن موضوع التشرد والأشخاص اللي بيعيشوا في الشارع قام بها الباحث توم روف مؤلف كتاب Vital Friends على فهم دور الأشخاص اللي بيمثلوا مرآة صادقة وطريقة تأثيرهم بحياتنا. فقد وجد روف أن الأسباب وراء التشرد هي غالباً نفسها
هناك عامل واحد مشترك فيها هو غياب صداقات صحية. وطرح طمرس سؤال معاكس، ماذا عن الأشخاص اللي تمكنوا من الخروج من حالة التشرد؟ فكان العامل الأساسي هو وجود شخص آمن فيهم ودعمهم لتغيير نوعية حياتهم. أما النوع الثاني من العلاقات الإيجابية فهو مع الأشخاص اللي لما بنتفاعل معهم بإطار عمل أو مبادرة بيخلق شيء جديد بيتخطى معرفة وطاقة وكفاءة كل من الطرفين. ممكن إنه نشبه هذا الاختبار لاختبار التناغم الموسيقي، لما بيتوصل شخصين بعد التدريب إنه يغنوا مع بعض بشكل جميل. بحقل العمل المهني أو الجماعي هذا بنسميه اختبار روح الفريق، حيث بينتج عن تفاعل الأشخاص سوية أثر أوسع بكتير من أثر مجموع ما أتى به كل شخص لحاله. يسمى هذا الاختبار اختبار التعاضد. ثالثاً، أهمية التنوع بالعلاقات. من الأفكار الخاطئة المتصلة بموضوع العلاقات، خصوصاً علاقتنا القريبة مثل علاقة بشريك الحياة أو العلاقة بصديق أو صديقة حميمة، أنه نتوقع من شخص واحد أنه يتسم بجميع السمات اللي عم ننبش عنها ونلاقي فيه كل حاجاتنا العلاقية. توم راث بيأكد بهذا المجال على الحاجة إلى تعدد الصداقات، وبيصنف 8 أنواع من الصداقات اللي احنا بحاجة لها. أول واحد هو الباني، هو الصديق المحفز بكرس الوقت لمساعدتك على تنمية نفسك دون التنافس معك. الثاني البطل، أي المروج الشخصي بيشيد فيك حتى بغيابك. الثالث هو المتعاون، بيشاركك باهتماماتك والمواضيع أو النشاطات اللي بتستهويك وعنده طموحات مماثلة. الرابع هو الرفيق، دايماً موجود معك بالسراء والضراء. خامساً الواصل، بيساعدك على الحصول على ما تريده، مثلاً تعريفك على الآخرين. سادس الباعث للطاقة، صديق أو صديقة يحلو المرح معه أو معه، بيعطيك دايماً طاقة إيجابية بتساعدك على الاسترخاء أو الخروج من الروتين. سبعة موسع الأفاق، بيوسع لك أفاقك وبيشجعك على تقبل أفكار جديدة. ثمانية الدليل، بينصح وبيساعد على إيجاد الحلول وعلى تقدم الاتجاه الذي تختارينه. مع تنوع العلاقات لابد أيضاً أنه نذكر بدرجة قربة وصلابتها، ففي حياة كل منا علاقات قريبة وصلبة وعدد آخر من العلاقات الأبعد، مثل العلاقات مع الأصدقاء السابقين أو معارف عامة أو المعارف ملتقى فيهم على مواقع التواصل الاجتماعي. لكل من هذه العلاقات أهميتها، فعلاقتنا القريبة بحاجة إلى تغذية وعناية واهتمام. أما علاقتنا الضعيفة فهي أيضا مصدر دعم مهم، ممكن أنه تدعمنا ببعض الأحيان على المستوى العاطفي مثلا. إذا شعرت بالوحدة وشاركت ما أشعر به على مواقع التواصل الاجتماعي، ممكن أحصل على ردود فعل مشجعة بتساعدني على تخطي هذه الفترة، وقد تكون مدخل لوظائف أو تفتح أبواب جديدة. فعلى سبيل المثال تقول المؤثرة تاس دالي، كنت أبلغ من العمر فقط 20 عام عندما رأيت فيديو لجوردن بونز بعنوان كفاحي الجميل، ولما كنت أتصور ما يمكن أن يكون مضمون الفيديو، فالفتاة كان لديها إعاقة حركية من نوع الشلل الرباعي، ورأينا الصعوبات التي واجهتها في وضع مكياجها الخاص مثلاً، لكنها نجحت في النهاية وبدت رائعة. رؤية هذا الفيديو كانت لحظة محورية بحياتي، حيث أدركت بالواقع إنه ربما يمكنني أن أفعل ذلك أيضاً. وأنت كيف تصنفين تنوع أصدقائك؟ هل هناك نوع معين من الصداقات التي تحتاج للتغذية؟ أدعوك لإكمال الجدول الموجود في الملحق لتسهيل التفكير. رابعاً، كيف يمكن تغذية علاقات ذات معنى؟ العلاقات مثل النبات بحاجة لعناية واهتمام لتنمى، فما هي الطريق لجعل هذه العلاقات تنمو وتزدهر؟ للإجابة رح نتشارك نتيجة دراسات مطولة عن علاقات الأزواج قام فيها جون غوتمان، وهي نفسها بتنطبق على الصداقات بشكل أو بآخر. بيشبه غوتمان العلاقة المتينة ببيت مؤلف من 7 طبقات. الطابق الأول بسميه بناء خرائط الحب، أي معرفة العالم الداخلي للصديق، شو اللي بيحبه، شو اللي بيزعجه، شو هي أحلامه، أماله، هوايته، وهالشي من خلال طرح أسئلة عليه. الطابق الثاني بناء ثقافة التقدير والإعجاب، فأنه إظهار التقدير للصفات الجميلة والإعجاب بما يقوم به الصديق هو أمر أساسي من أجل تغذية العلاقة باستمرار. الطابق الثالث التحول نحو، أي التجاوب وأعطاء الأهمية للمحاولات الصغيرة اللي بيقوم فيها الآخر لبناء تواصل لما يطرأ شيء بالعلاقة بدل الابتعاد عنه. الطابق الرابع أي الموقف الإيجابي من الآخر، إن الصديق يرى ما هو جميل عند الآخر بالدرجة الأولى، وعندما يقوم الصديق بتصرف خاطئ لا نحكم عليه بسرعة بل نتحدث بإيجابية عن ما حصل. الطابق الخامس إدارة الخلافات، الاختلاف بوجهات النظر لابد منه، لذلك لابد من الأخذ في عين الاعتبار مشاعر آخر والتقبل بأنه قادر يأثر فيك كما أنه أنت كمان فيك تأثر فيه.
القاعدة المثلى هي عند صدور أمر سلبي لابد من التعويض بخمس أمور إيجابية لإعادة التوازن للعلاقة. الطابق السادس أن نجعل أحلام الحياة حقيقة. الجميل في العلاقات العميقة هي أنها لا تكتفي فقط بتشجيع الشخص على تحقيق أحلامه بل تساعده أيضا في ذلك. الطابق السابع خلق معنى مشترك. مثل الطابق الأول لا نكتفي فقط بمعرفة العالم الداخل الصديق بل تشاركه أيضا ما يجعله سعيدا من خلال المشاركة بأهداف أو نشاطات أو قيم مشتركة. الوعي لهذه الطوابق السبعة بالعلاقة وصيانتها باستمرار بغذي العلاقة وبيسمح لها تكون مكان لاختبار عميق للنضج والتحول كي نصبح نسخة أفضل من ذاتنا. خامسا خلق نظام دعم علائقي شخصي. أغلبية الوقت تتكون شبكة علاقاتنا من علاقات كونت طبيعيا وعفويا أي من خلال المحيط العائلي أو من خلال الصداقات، ولكن من ممكن توسيع هذه الشبكة العفوية من خلال خلق اتفاقات علائقية في عدة وسائل. مثلا طلب دعم محدد من صديق أو زميل. لنفترض أن أنا بتحضر تقديم محاضرة بتشكل نوع من التحدي لألي وبشعر بشيء من القلق، ممكن أطلب من هالصديق أن يكون بجنبي ويدعمني. بناء اتفاقية دعم متنابدل. مثلا الاقتراح على صديق أو صديقة أن يتشارك أحد التمارين، مثلا تمارين تحدي الأفكار غير مساعدة بالفقرة 11. ممكن نقوم بنوع من التدريب والتوجيه المتبادل حيث كل شخص يأخذ وقت تحضير شخصي للتمرين ثم نتشارك تباعا نتيجة تمريننا الشخصي. وأخيرا الانضمام إلى جماعة داعمة، مثلا إذا كان لدي رغبة بالقيام بعمل ما مثل استعداد للمشاركة بسباق البارا أولمبيكس أو أرغب أن أحفز نفسي على القيام بترتيب منزلي أو غرفتي، فالبحث والانضمام إلى جماعة تتشارك الهدف نفسه مساعد جدا. وقد سهلت مواقع التواصل الاجتماعي البحث عن وجود هذا النوع من الجماعات الداعمة. ختاماً بشدد على أهمية مواقع التواصل الاجتماعي بالمساعدة على بناء علاقات، فهي إذا استعملت بوعي ممكن تكون مصدر لإغناء شبكاتنا العلائقية، كما ممكن أيضاً تكون لنا كأشخاص ذوي إعاقة مكان نشارك فيه تحدياتنا مواهبنا واهتماماتنا الخاصة. هلا صار عندك المفاتيح لبناء شبكة علاقات مزدهرة وداعمة على مستوى الشخصي، فشو رأيك نحاول سوا نقلة لمستوى المناصرة بمجالات ذات أهمية إلك؟ نلتقى بالفقرة التالية لتوسيع قدرتك على التأثير على محيطك وإحداث التغيير المجتمعي.